الفداء مجموعة من عناصر ضباط الشرطة القضائية الله غادروا المكان. أكيد غتكون هناك مجموعة من التحقيقات وشو تحصيل محصل بعد جرد قائمة يعني وشو تحصيل محصل يعني بعد جرد قائمة المواد اللي كتكون الثقافي. إذا بعد ما علم رئيس المقاطعة اللجان المختصة من أجل هذا هو المركب يعني اللي كانت سكينة الأمل والفداء كتأمل أنه يتفتح، ولكن مجموعة من الزبصاكل يعني كانوا دائما حاجز ومانع دون الحيلولة إلى فتحه، ومبلغ طائل بالمعدات الفنية والتقنية بهذا المركب للساكنة مازال ما فرحتش به توقف للهفة عن النتيجة المتحصل على من طرف ضباط الشرطة القضائية بعين المكان. أكيد هناك الكاميرات والبصمات ولماذا حتى الحسابات. تشنا مليوحة في لكن هذا تشنا ولا بالي حين في مفاجئ المناظر الإعلامية وهذه مع أن أنا مع درك صح على ما سمعنا كل اللي يقول 400 كل اللي يقول 900 واحد شحال كيقول ما أنا مع درك شحال هو مسدود بعدا مسدود تسمعنا الخبر هذا راه نزل عندنا بحال صعيبة بالنسبة للعناصر الفنية فهي داخل المركب.